واش الدراري واش الخوش، مرحبا بكم في فيديو جديد. والمفاجأة شكون معنا؟ صاحب المركز الأول في المغرب في الكالوب ساش. ما كانش باغي يدير فيديو، قال لي صافي حمادة هنيني. الصراحة أنا اللي خرجت عليه في الفيديو، واش أنا اللي بقاش كنقول يدير فيديو، يقول لي حمادة خليني هاني. أنا راه ما باغي فيديو، واش ما كنتحملش هضرت مع عباد الله. قال لي واش كتصحابني في حالك، أنت عندك ديك القوة باش تحمل لي كومونتر؟ قال لي خليني مولعة مع راسي. ورا الصراحة أنا اللي خرجت عليه تيدار القناش صراحة. واحد الحاجة اللي غادي نقول لكم وغادي نعترف بها، بأن هذا السيد هذا هو اللي عاوني دات الإلفاج ووراني شحال من حاجة، الفضل ديالو كبير عليا. نخليه يسلم عليكم بعدا، ما عطيناش فرصة يهضر. الله يحفظك خويا حماد. السلام عليكم الإخوان، كم داير أخوش؟ بخيرين هانين، الله يحفظكم ليا وتحية للجميع. المهم مبروك المركز الأول. الله يحفظك ليا خويا حمادة، وبالنسبة لخويا حمادة راه هو المركز الثالث. الحمد لله والله يسر لي. ورشيد راه ما بغاش يبان، من حقه، راه صاحب المركز الثاني ولد برشيد ما بغاش يبان، معتنا من حقه. هذه نورمال اخويا حمادة. المهم جينا اليوم هنايا قالوا لا راه حنا خوت الحمد لله، وكنوصلوا المعلومات للإخوان. عندك ميش قال الصراحة ومولوع كبير ما نهضروش. المهم نخلي قبل ما نكملوا الفيديو، ادخلوا الديسكريبشن غتلقاو القناه ديال مصطفى وازو كازا. ديروا وازو كازا ودخلوا غتلقاو الرابط في الديسكريبشن، غنحطوا لكم الرابط. وهنا غادي تدخلوا وتولعوا ديال بصح، وخليوا الاسئله ديالكم غادي يجاوبكم على اي حاجه. يعني مصطفى كيعطي المعلومه كما هي، ما كيزوقها ما كيدوقها. المهم لا جينا هنايا لا جينا خو مصطفى هنا اخويا باش نتولعوا ونجيبوا الماكله للطويرات. هانت الماكلة الطويرات ديال الطائر ديال يويو ياك حمادة؟ لا الكويكر هو اللي غالب هنايا. الكويكر هو اللي غالب كولي هو كيكون هو اللي غالب هنايا. قال لي مصطفى نديو نحطوا لهم شوية الماكلة لله في سبيل الله. شاف هذاك الفيديو غير هو واحد القضية باش يكونوا عارفين، شي واحد يبغي يغلط هنا راه كاينين كاميرات، كاين العساس، كاين كل شيء. الناس اللي تيقول لك لا حقا وريتي ممنوع ممنوع التفافة طيح في الزلافة. حيت هنا خويا حمادة واحد القضية بالنسبه نقولوا حنا اللي غادي يجي يبغي يصيدهم ولا شي حاجه يجيبها في راسه. هنا كاينين العساسه، العساسه كاينين بزاف، والكاميرا وكاين البوست ديال راه هو دابا داك الشيء دابا تيسقي في الجرده، غتقول ترى تيسقي هذاك كيروندي كل واحد اخر واحد اخر تيعيطوا لك مولين الوقت. كاينين لاصقين يعني شي واحد ما يغلط. حيت هنا محسوبه على المعارف اخويا حمد. هما العشاش اللي قلنا ليهم. هما خمس طافه راه هما طويرات. راه الطيور تما كاين واحد الكيسه ديال الاكولي تما، ولكن المهم اللي غالب هو الكويكر هنايا. باقي كيجمعوا في العشية. وراه تشا الطيور شويه هنا قلال حيت مشاو على يمكن يتسركلوا. ماشي دابا جينا ديال الدور كتكون شويه ديال القيلولة. كتكون قيلولة خويا حماد، اما الطيور اللي بغيتي تجي لهم الاصل ديالهم كتجي لهم في الصباح. في الصباح كتلقاهم نشيطين. وبالنسبه خويا مصطفى بما انك تشدي شي المهم مصطفى راه عايش معاه، راه ما بغاش يدير معايا الفيديو يعني. قال لي حمد اخ خلينا هانين ويعني ما بقايش معاه شا هادي. وراه حتى اليوتيوب ديالو الا لاحظتوا الناس اللي متبعينه راه هو كيبغي يعطي المعلومه، ولكن قال لي شوف قال لي واش انا مربي طيور وغيجي واحد مشبع واحد الانسان اخر تيعطيه معلومه غلط وغيبقى ينبش عليا. اللهم علاش غنعطي هذه المعلومه غير برزتني شي واحد. كاينين الناس بغاو المعلومه من عند واحد عاش التجارب، يعني باش نكونوا فاهمين الى واحد النقطة، واحد عاش التجارب وعاش المشاكل، بحال واحد ما عاشش المشاكل، كيفاش غادي يحل لك المشكل؟ أمراض متعددة وفي الطريقة ديال التأكيل والطريقة ديال التأكيل اليدوي، دابا كاينين أخويا حمادة كاين بزاف. نعطيك مثال، كتقدر مثلا تبيع ليه حتى واحد الفرخ مثلا، وكيديه كيموت ليه. اول ما تيقول مثلا فلان باع لي فرخ ناقص او مريض او الخلل فين كاين؟ والخلل فيه هو حتى الفرخ ما كيعرفش يوكل مثلا شحال هذاك الفرخ شحال كتلقاه مع والديه تمشى عندك حتى بالضبط عارف غيموت عندك. يعني كاينين الناس ما كيعرفوش يوكلوا ما كيعرفش يوكل او كتلقاه كيعطي شي ماكله بيريمي او بزاف ديال كي هادشي فيه بزاف. واحد قال لي لا طحنت لي الشعير. هو الشعير هو حولي شتي اللي كنشوف. شوف اللي ما كيعرفش يوكل ما يديش التقليد ديال شي طير. مرحبا بغيتي تاخذ شي طير ديال التشوكي تاكيل من عند اي واحد في المغرب. تعلم توكل، بحث، ادخل القناه ديال مصطفى غتلقى جميع المعلومات من طقطق. السلام عليكم وباسهل الطرق كذا كتدخل عند تدخل عند بزاف ديال الدراري. مقاطعك اخويا حماده بالنسبه كاين واحد القضيه بالنسبه لشي اخوان كيقدر بنادم كيشري واحد الفرخ كيبغي يوكلو هو تيقول لك شي طيره كيتقدا جوج مرات من السوق. انا هاد الحاجه ما كنفهمش فيها مثلا، علاش غنمشي نشري واحد الحاجه نتعلم فيها؟ هذيك راه روح
روح يعني ذنوب ذنوب. علاش اللي يعني العوض ما تاخذ مثلا فرق نقولوا حنا صغار 200 درهم، خذوا خويا 400 درهم مدريسين هادي وجدي وغترتاح مع راسك وما دي ذنوب. وكاينين بعض الناس حماده تخيل بنادم كيدير بعض الفراخ ما كيصدق ليه حتى واحد فيهم، واحد ما يصدقش ليه. المشكل فيه هو ورا حاجه باينه ديما المشكل فيه هو. وانا ما فهمتش علاش بنادم كيحط طير في كوزينه وريحه خويا. بالنسبه للطير في كوزينه ما خدامش، عرفتي علاش؟ كي مرضوا بواحد المرض تيقول له ميكوبلازما. سمع هذا المرض ديال الميكوبلازما مناش كيجي، كيجي من الفرخ كيكون سخون حتى كتحل مثلا كتصوطيه كتحل عليه الباب او الشجر يعني بحال شي جمره درتيها في الماء اش كيطرى عليه كيتصوط كيولي كيشخر. وهذيك ميكوبلازما كيولي مرض معدي. سمع التريكومونوس وكاين الميكوبلازما. الميكوبلازما هي الشخره، الشخره صعيبه اخويا حمام. سمع يعني كيولي الفرخ كيخرج ليه من النيف ديالو الماء وكيولي كيشخر وكي ما كيبقى يخدم لا تجاويج لا والو، خصك ضروري تريطيه على قبل. سمع شو الاخوان يعني الا دخلتوا عند الاخ مصطفى غتلقاو الشيء كامل في القناه ديالو وازو كازا. دخلوا وخليوا لي لي كومونتير قول لي جينا من عند حماده احسن حماده. مهم الماكله راه جبناها يعني الصراحه مصطفى هو السبب ديال الماكله واللي خدا الماكله بشي قال لك ضروري نديو هاد الفريخات نديو غير اجر ونتولعوا نشوفوا بعويناتنا يعني. زوال الدنيا بالنسبه للانسان مره مره يخرج ديال الطبيعه. هنا كاينين اخويا حماده بالنسبه لهذا القنج في عده الطيور، كاين بحال الطائر ديال الكيلو هذا طائر السمريس وكاين الحداد تقريبا من الطيور اللي سمعتهم وكاين الجحمومه وكاين بزاف كاين انواع متنوعه. يعني الاخ مصطفى باش نعرفوا الناس راه من التسعينات هو كيمارس هوايه ديال التربيه والانتاج يعني راه ماشي بدا البارح ولا شي قلب على الاصل. الاصل ديال الطيور اخويا حماده كنت كنربي المقني، الاصل ديال البدايات ديال الطيور البدايه ومرورا كنت كنربي عاوتاني البيروش وصافي وبقينا غاديين اخويا حماده. ورشاح دابا في الكالوبسيس الحمد لله. يعني هذا كيهضر لك على الطيور القانونيه يعني بلا ما تسولوا على شي طير اخر. هادشي اللي فاهمين فيما هو قانوني. الله يرحم الوالدين. وكاينين الناس اخويا حماده اخرين راه بنادم مولع ماشي نقولوا حنا راه النظام هذا اللي غندويو عليه حنا ديال 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 الطيور مثلا اللي ممنوعه او ماشي ممنوعه هذا النظام يمشي دير راه دير حتى 2017 يمشي ديرها البارح فهمتي اخويا حماده ولا لا؟ يعني يلا تطرقوا ليه. المهم بالنسبه اخويا حماده قلنا في الطيور يمشى تناض عليهم شويه هاد الهضره وهذا الشيء تقريبا في 2011 بدات غاده وكيميكو هادي نقول ملي كثروا الفيديوهات هما يبلبلوا 2018 2000 فهمتي. راه كاينين الناس اخويا حماده بيني وبينك عندهم شي حاجه بزاف ما كيبينوهاش. علاش بزاف؟ اول حاجه تيقول لك العين من حقه من حقه. ثاني حاجه كيدير واحد الحاجه مستوره علاش تيقول باش الله كييسر ييسر ليه قد ما كدير الحاجه وكت فهمتي حاجه الشيء كيطراو فيه المشاكل. ولكن الا صور راه غادي يجيو ليه المياه والغابات وبلا مياه وغابات الحاجه فاش كتكون حماده كتكثر عليها كثرت العين راه كشويه كتصعيب شويه تكونوا فاهمين. اي بصح والله تيقول هذا الكلام تيقول لك الحاجه خاص الانسان خذوا حوائجكم بالسر والكشمال. لا لا صح هي هضره ديال المعقول عجبين اخويا حماده. وبالنسبه اخويا مصطفى المهم واحد السؤال اخير. المهم انت راه عندك الكتاب وانت اصلا الكتاب راه كان عندك قبل مني وداك الشيء. بالنسبه اخويا حماده مرحبا. اللي بغى يجي عند مصطفى راه كيهضر على التشكيل اليدوي غادي يدير لايفات دابا راه كنشجعوا راه وراه كان راه انا كنوحل مع قال لي راه ما كنتحملش هضره شي بنادم. الله واخويا حماده راه ضروري من تنهضروا حنا في القانون. دابا ملي كيجي واحد مثلا نقولوا حنا واحد الانسان تيكون تافه ما يعني بعيدين عليه لا الفراخ لا موالين الفراخ لا بزاف كيقلب على الادسنس وكيقلل منك كيقلل منك راه ملي كيقلل منك كتقول انا جداني ندير راسي في النخوة انا اش غينقبني الدجاج. والله ما كذبش فهمتي كتقول لامو جر راسك شويه لتيساع نخدم على الولاعه ديالي ان شاء الله اللي عيط ليا راه غادي نقول له شنو كاين اللي بغى يتفرج راه كيدخل القناه يتفرج الدنيا هانيه. وكاين الناس تيكونوا مزيانين وكاين الناس خايبين شافكم ماشي كلشي نقولوا خايبين وماشي كلشي زوينين. المهم الاخوان دخلوا عند مصطفى باش مزيد من المعلومات. دخلوا عند مصطفى وازو كازا عندو القناه ديالو القناه اللي في الديسكريبشن. مبروك عليك خويا مصطفى المركز الاول والله ما يسر الجميع. وانتوما كيف العاده يا ساده معاكم احسن حماده صاحب المركز الثالث
ومصطفى صاحب المركز الاول. ما تنساولاش دير لايك دائما عن طفرات اخويا حماده بالنسبه للطفرات في الكالوب، وخلي لي مفاجاه في القناه ديالك. دابا انت اللي قلتي لهم كلشي ما يجيوش عندك، وانتم سيروا عند مصطفى باش تكتشفوا الجديد. راه كيخدم على الفلاو وكاين شي حاجه جديده باش تكونوا فاهمين في واحد البلان. مصطفى راه نقولوا ولا نخليو حتى القناه ديالك اللي بغا يشوف اخويا حماده، دوزوا القناه ديالك باش تعرفوا مصطفى واحد البلان اللي كيديروا شي حاجه الهربه اللي اول واحد غيبارطاجيها شي حاجه الهربه. يلا الخوج ما تنساوش لي لايك ولي بارطاج لي كومونتير. تشالله.